في ذاك اليوم مع ذاك الكهل يوم لا ينسى. كنا في أحد الأماكن العامة جلوس مع بعض الأخوة الزملاء، فحان وقت الصلاة فأقمنا الصلاة في ذلك المكان العام، وكان هذا المكان هو في دولة ألبانيا. فلما صلينا وإذا بذاك الكهل يتعكز على عصاه مقبل علينا يمشي الهوينا، ثم وقف وأطرق برأسه يرقب ماذا يفعلون هؤلاء. فعادت به الذاكرة إلى الوراء وتذكر ذلك اليوم الذي كان يؤدون فيه مثل هذه الشعيرة. لما انتهينا من الصلاة أقبل إلينا وقال: مسلمان مسلمان، يعني أنا مسلم، نحن لا نعرف نتفاهم معه، فكان معنا مترجم. فبدأ يتفاهم معه وقال: ما بك يا عم؟ قال: كنت أتذكر لما رأيتكم تصلون كنا نعمل مثل هذه الحركات قبل 50 سنة، ولكن في ظل الظروف التي حدثت نسينا كل هذه الشعائر. فانهمرت دموعه على خده وقال: أنا لا أريد شيئا منكم، أريد فقط أن تعلموني كيف أتوضأ وكيف أصلي، هذا الذي أريده منكم، لعل الله يختم لي بخاتمة خير. ثم بعد ذلك أخذه أحد المترجم وذهب به وقال: يا عم تفضل هكذا تتوضأ. فبدأ يتوضأ، ثم بعد ذلك صلى معنا. كانت صلاته في كل سجدة كان يبكي هذا الكهل، في كل سجدة كان يبكي ويتذكر تلك الأيام التي غرب فيها ذلك الشعب. مثل هذه المواقف وتلك الأيام هي مواقف لا تنسى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها يا رب.